استهدفت ميليشيا أسد الطائفية المتمركزة في قصر أبو سمرة بريف حماء شرقي مدينة كفرنبل وبلدة حاس بصواريخ أرض محملة بقنابل العنقودية. بإمكانكم مشاهدة أحد الصواريخ الذي استهدف هذه المدينة. هذا الصاروخ طبعا لم ينفجر، وهو عبارة عن قنبلة موقوتة مليء بالقنابل العنقودية، ما شاهدناه في مدينة كفرنبل. أكثر من 4 حواضن بلدة حاس أيضا تعرضت لذات الاستهداف من ريف حماء الشرقي، أيضا كانت الأضرار مادية والإصابات خفيفة. تم استهداف مدينة كفرنبل بصاروخين أرض محملات بالقنابل العنقودية، وتم استهداف قرية حاس بصاروخ أيضا محمل بالقنابل العنقودية. طبعا الساعة 12:30 نحن كدفاع مدني انطلق الفريق إلى الأماكن اللي تم فيها الاستهداف. طبعا في نسبة كبيرة من القنابل انفجرت وفي نسبة ما انفجرت. نحن طبعا بننتظر هلا فريق الهندسي ليجي لحتى يتم إتلافها. طبعا صار في أضرار مادية وبعض الإصابات البسيطة، بس الحمد لله كشهداء ما في. طبعا وصار أضرار بالأراضي الزراعية والأشجار والممتلكات. الجدير بالذكر أن الحملة ما زالت مستمرة على ريف إدلب الجنوبي وسراقب وكفرنبل وحاس، استهداف من أماكن تمركز ميليشيا أسد الطائفية في ريف إدلب الشرقي وسقوط العديد من الضحايا. جميل حسن، أورينت نيوز، ريف إدلب.